سنة 2000 قرروا اختيار منتخب القرن في افريقيا، فقال لك تعالى بقى نعمل النقاط باللي فات، يعني مش بيقول مثلا النقاط اللي جايه دي هتاخد كذا لو خدت بطوله افريقيا، لا اللي خد خد خلاص. فممكن اللي بيعمل منتخب القرن يضع النقاط اللي تخلي الكاميرون الاول، مصر الاول، نيجيريا الاول، خلاص هو ممكن يعمل اي نظام يخلي الفريق ده الاول او الفريق ده الاول، لان خلاص البطولات خلصت وانا قاعد وشفت كل البطولات اللي اتلعبت، فهختار بقى اللي انا عايزه من منتخبات الافريقيه. برضو فكره ان انا لما حطيت المعايير اتحطت على اساس ان انا خلاص كل حاجه خلصت فبفصل براحتي، ده ينسف الاتهام من اساسه. يعني كان الاتهام الاول النفط مقابل الغذاء، انك مصطفى فهمي يدي منتخب الكاميرون منتخب القرن وعيسى حياته يدي النادي الاهلي نادي القرن، تبادل المنفعه. بس دلوقتي سمعنا كلام عكسه، سمعنا انك انت لما حطيت معايير منتخب القرن في 2001 كانت كل حاجه خلصت ففصلت القماشه على مقاس الكاميرون. طب وانت ناسي النفط مقابل الغذاء؟ هو انت ناسي الاتهام بالخيانه الوطنيه انه حصل تبادل بين عيسى حياته ومصطفى فهمي؟ انت رجعت تقول انت لما حطيت معايير منتخب القرن في 2001 فصلتها على الكاميرون. طب دي 2001 ودي في 94، فين التفصيل؟ لكن كله ماشي مع محاولة تصدير اي انطباع. وانا كل اللي يهمني يعني رغم ان انا متفق مع كل المعيار الموضوعي بتاع نقاط كأس العالم اللي لازم يبقى لها قيمة، زي لو فرقة أفريقية خدت كأس العالم للأندية لازم يبقى لها نقاط. لا أي. إنما أنا الفكرة كلها المعيار في الأندية دي اللي هي عليها، أصل هو خلي بالك ما ذكرش المنتخب إلا ليطعن في معيار المحلي بتاعنا. أي. إنما هو ما مش اوعى تفتكر إن عنده قضية في الموضوع ده، ما حدش عنده قضية في الموضوع ده غير إنه يطعن فيك. فأنت معيارك سابق وليس لاحق. سابق وليس لاحق، بس مين اللي حط معايير منتخب القرن؟ قول لنا يا دكتور فيكن، ازاي عيسى حياته جامل النادي الاهلي في نادي القرن ومصطفى فهمي رد له المجامله في منتخب القرن؟ ما تقول يا كابتن فيكن. قال الدكتور فيكن. طيب 2000 ايه اللي حصل؟ 2000 اما الاتحاد الدولي جه عمل التصنيف بتاعه على ريال مدريد. ريال مدريد طبعا حصل فيه اجتماع في الاتحاد الافريقي لكره القدم، اعتقد كان في شهر سبتمبر، وحبوا يعملوا حاجه اسمها الاوسكارز، الافريكان اوسكارز سنه حفله. ففي الاجتماع ده قالوا احنا عايزين نعمل احسن حاجه في كل بند، يعني احسن فريق كره نسائيه، احسن فريق اولمبي، احسن لاعب منتخب، احسن منتخب، احسن مدرب كلها. بس للقرن قالوا لا، فريق القرن نادي القرن ومنتخب القرن فقط، والباقي فقط. احسن نادي للسنه يعني. وعلى حسب ما انا فاكر منتخب القرن حطت المعايير في الاجتماع ده، ونادي مين اللي حط المعايير بقى ساعتها؟ لا، اللجنه الفنيه هم اللي حطوا المعايير. كان مين بقى ساعتها؟ اعتقد كان مواد واد، كان او يا اما كان سليم علولو، يا مواد واد والسنغال، يا سليم علولو التونسي، كان واحد منهم. يعني اهو لا المهندس مصطفى فهمي ولا الكابتن الوحش الله يرحمه ولا الكابتن شطه. هو في عنوان يلخص يا خساره، يعني كل سؤال لازم ينتهي بيا خساره. ده انا جايبك عشان تقول حاجه تانية يا راجل. بس على العموم للتاريخ ومن واقع برضه محاضر الاتحاد الافريقي، الاجتماع اللي اشار اليه الدكتور فيكن لتثبيت الاحتفاليه بتاعه جوهانسبرج، اجتماع اللجنه التنفيذيه للكاف كان مقام في اكرا في 10 فبراير 2001. ده كان على هامش مباراه السوبر الافريقي بين هارتس اوف اوك الغاني والزمالك. تقرر وقتها في هذا الاجتماع تشكيل لجنه برئاسه الجنرال ميمن التوجولي، عضويه مواد واد السنغالي اللي اشار اليه الدكتور فيكن، ده كان رئيس اللجنه الفنيه مش الكابتن الوحش خالص، امادو دياكيتي المالي رئيس لجنه الكوره في الاتحاد الافريقي، سيلفستر مبونجو ده رئيس لجنه الاعلام، والاعلاميين البارزين على الصعيد القاري وقتها كان في 2، فوزي محجوب التونسي ومارك جليسون الجنوب افريقي.
اجتمعوا على هامش مباراة السوبر كانوا بيرتبوا. الاجتماع كان في 10 فبراير 2011 بيرتبوا لتحديد الجوائز اللي هتمنع في أول احتفال ينظمه الكاف لجوائز الكرة الأفريقية. كان الأهلي الأول وقتها في هذا الاحتفال، احنا بنتكلم في 2001 مايو 2001 أو 22 مايو 2001 كان الاحتفالية بتاع جوهانسبرج اللي حضرها المهندس عدلي وكان الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله وكان الكابتن محمود الخطيب، ده الاحتفال الكبير بتاع جنوب أفريقيا. قبل منه بشهور يعني بنتكلم في 10 فبراير كان الاجتماع على هامش مباراة السوبر بين هارتس أوف أوك والزمالك في أكرا لتحديد مين اللي هتقدر تدعيه في هذا الحفلة وترتيب بقية الجوائز. لما حطوا جائزة منتخب القرن وقتها كان بناء على هذه المعايير، لكن ما يخص بنادي القرن قال لك خلاص في معايير محطوطة من 93 94 هي ديت اللي مكملة مرتبة وماشية، ترتب عليها صدارات. أيوة. يعني الأهلي تصدر الأندية بناء على دي بالظبط فخدوه. طيب مش حاجة اتعملت له. فالدكتور فيكن برأ الناس كلها، لكن الكابتن خالد الغندور رجع سأله سؤال، فيكن ادى وسام براءة تاني. لكاس العالم التأهل لكاس العالم كان بخمس نقط، والوصول وكل راوند تعديه في كاس العالم بنقطتين، كاس العالم القارات نقطتين لكل راوند. الوصول لكاس العالم خمسه والتأهل لدور ال 16 او 8 نقطتين، كل دور تعديه نقطتين. معلش ده انا ده انا لو وصلت كاس العالم وعديت دور 16 8 او 8 صح ولا انا دكتور؟ يعني انا دلوقتي كافريقيا عشان كده بص الوصول كاس العالم عادي، لكن اننا اوصل لدور الثمانية في كاس العالم ده النقط تبقى اعلى. وبعدين احب اكد برضو ان مهندس مصطفى فهمي ما كانش ليه اي دخل في موضوع المنتخبات، منتخب القاره ما كانش ليه اي دخل. ماشي بس انا معلش انا دلوقتي اللي ليه دخل اللجنه الفنيه، مش اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي واللجنه التنفيذيه برئاسه عيسى حاتم. طيب بالنسبه للمنتخب القاره ده ايه الزنقه دي؟ هو ايه الزنقه اللي فيك حط خالد فيها؟ قالوا مصطفى، قالوا مصطفى ملوش اي علاقه باختيار منتخب القرن خالص. قالوا مين؟ قالوا الراجل السنغالي رئيس اللجنه الفنيه، حتى مفيش حد مصري، مفيش حد مصري خالص. فحتى خالد قال له لا بس فعلا المنتخب اللي يوصل كاس عالم ويتقدم ادوار اعلى من حقه ياخد نقاط اكتر. هل يعني ده كاس عالم؟ طيب ما هو خد اتنين، اهو خد اتنين بس. ما انت معايا اهو، امال الخيانه الوطنيه دي مين اللي ارتكبها؟ ومصطفى فهمي عمل ايه؟ والنفط مقابل الغذاء بين عيسى حياته ومصطفى فهمي، ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ وفيكن يعني خلص المساله ووضح لك العمليه انه ما فيهاش اي شبهه مجامله على الاطلاق. هو شوف الكلام ده يا جماعه في قناه الزمالك مش في قناه الاهلي. شهادات البراءه وشهادات الانصاف من فيكن جزمجيان سؤال المهندس مصطفى فهمي او للنادي الاهلي ولقب نادي القرن، الكلام ده في قناه نادي الزمالك الشقيق مش في قناة الأهلي. بس يفضل الكلام مستمر ويفضل الرغي مستمر حتى مع ظهور المسألة خالص. طيب معايير منتخب القرن اللي ادت الكاميرون على حساب مصر وفقا للمعايير، كابتن خالد الغندور قال عليها ايه؟ اللي أنا فاكره إن سنة 94 كان قبل كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في تونس في يناير. والناس كلها كانت مشغولة بالبطولة كان دي. كان بعد ماتش جوهانسبرج تقريباً. تقريباً. اللي الزمالك كسب فيه الأهلي في 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 الكأس السوبر. تمام. فاللي حصل إن هو قبل البطولة دي باشمهندس مصطفى جه وقال إحنا عايزين نعمل تصنيف زي ما اتعمل في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء وعايز اعمل نظام نقط. انا بصراحه انا ما اشتركتش خالص في وضع النقاط. يعني هو بيذكر ان حضرتك اللي حصل النقطه انت وهو يعني قال انا اللي عملت ده مع الدكتور فيكي. هو عمل النظام واداني وانا حسبت النقط يعني فاهم ازاي. انا مهما كان زي ما حضرتك انا اتعلمت في شغلي كله في سواء في الاتحاد الدولي او في الاتحاد الافريقي ان الواحد هو متحدث اعلامي يعني اعتقاداتك الشخصيه حاجه
والواجب اللي انت لازم تعمله حاجه، يعني ده الف وب في الاتحاد الدولي كان يقولوا لنا مالكش دعوه برايك الشخصي، انت لازم تلتزم برأي او موقف الاتحاد. كان نفس الحكايه، هو وقتها واعتقد ان هو تشاور فيه مع المدير الفني للاتحاد الافريقي في الوقت ده. كان مين بقى؟ اعتقد كان عبده صالح الوحش، رئيس النادي الاهلي السابق اعتقد. تمام. فطبعا يعني هو من ناحيه كلامه نصه صح، بس انا حطيت النقط يعني يعني قال هو ده النظام، اربع نقط لابطال الكؤوس، ابطال الدوري اربع نقط. يعني طب معلش يا دكتور، استاذ مصطفى مراد فهمي هو اللي عمل التصنيف. ايوه بالظبط. ما اقدرش اجزم اذا كان هو عمله لوحده او مع الاداره الفنيه، بس لازم اقول هنا حاجه، مهندس مصطفى فهمي ما يقدرش ينزل اي حاجه غير بموافقه سواء رئيس الاتحاد عيسى حياته او اللجنه التنفيذيه. طيب. وغالبا في دي غالبا عيسى حياته، انا ما اقدرش اجزم يعني. طيب بس هنا السؤال يا دكتور، هل كان في اجتماع مكتب تنفيذي، جمعيه عموميه، لا يعني لا. وافقت على هذا التصنيف ولا التصنيف هو شخص او هو اللي عمل التصنيف؟ بس اكيد من موافقه من رئيس الاتحاد او حد من اللجنه التنفيذيه. لكن حضرتك كمان بتؤكد لي ان لو كان خد راي حد من كاد يكون راي اللجنه الفنيه اللي هو يترأسها الدكتور عبد الصالح الوحش في ذاك الوقت، اللي هو كان رئيس النادي الاهلي سابقا. طيب وبعد كده اكيد عيسى حياته، لان قرار التصنيف ده ما بيديهونيش كده اتفضل انا عملت التصنيف ده. طيب فضل. الحوار ده طبعا زي المحاوله الايه الاخيره او المحاوله بقى الايه ان احنا نوصل ان كان هناك تاثير لبعض رجالات الاهلي على المعايير وعلى منحاء النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا ان الموضوع السابق واللاحق، المعايير كلها سبقت منح اللقب. بالنسبه لنقطه الكابتن عبد الصالح الوحش، كابتن عبد الصالح الوحش لم يكمل مدته رئيس النادي الاهلي. يعني اذا كان في حد زعلان من مجلس اداره الكابتن صالح فكان هو الكابتن عبد الصالح الوحش طبعا. فهل بالمنطق ده هو طبعا ارقى من انه كان يتربص لمجلس الكابتن صالح ولا اي حد، ده راجل كان عنده اخلاقيات وشموخ عاليه جدا. ايوه. لكن ما فيش حد بيحب يتسع منه ثقه وما كملش مدته. فالكابتن عبد الصالح الوحش كان مدير الفني، لكن ما كانلوش اي تواجد في مجلس اداره النادي الاهلي، لا عضو ولا رئيس، بالعكس كان قد خد تجربه من وجهه نظره. كان بيقول لنا حتى بعديها انا ركبت قطر مش بتاعي، يعني ساعتها من زعله ان دي ايه اللي دخلني في الحكايه دي. فالراجل من فضلك التلميحات ما توصلش للدرجه دي، مش كل انسان عشان تثبت وجهه نظرك لازم تلقح عليه كلمتين. هو ده الملاحظه اللي انا عايز اخرج بيها. وبالنسبه يقعد يقول له فيكن اصل دي لجنه، يقول له مش عارف مين اثر عليها، اصل دي مش عارف ايه، يقول له انا ما اقدرش اجزم. طب ما تقدرش تجزم يبقى خلاص اتحسمت، ما تقدرش تجزم يعني ما انتش عارف، يعني اجزم او مش اجزم ما عندكش معلومه. ايوه. انا ما فيش حاجه، مش عندي معلومه وانا ما اقدرش اجزم، لو عندك معلومه تبقى تجزم. تجزم. فانت يعني ما عندوش معلومه او مش راضي بقى يقول اكتر من كده، ان يا اخوانا طلعوا مصطفى مراد فهمي من دماغكم، طلعوا الكابتن عبد الواحد من دماغكم، طلعوا انحيازاتهم ومقايضتهم لقب بلقب، لان حتى الاثنين دول باي معيار قيمي كان حطهم النادي الاهلي ولا مصر بدون تردد كان هيختاروا مصر. يعني الوضع كان طبعاً ممكن يبقى معكوس طبعا، يعني طبعاً لو هم كانوا عايزين يجاملوا كان هيجاملوا المنتخب مش هيجاملوا النادي الاهلي. طيب نمسك بقى جزء جزء. مبدئيا الدكتور فيكن قال له المهندس مصطفى فهمي يعني مش هو اللي هيعمل حاجه، في لجان فنيه بتشتغل، في معايير اتحطت، ادهالي انا سقطت النقاط بناء على المشاركات، ده الدكتور فيكن اللي عمل ده. طب الكلام ده تم امتى يا جماعه؟ حتى الدكتور فيكن قال له الكلام ده فات عليه نص قرن ولا ربع قرن دلوقتي، فمن الطبيعي ان انا انسى تواريخ او بعض الحاجات. هذه المعايير اللي اتحطت علشان تحدد تصنيفات الأندية اتحطت في ديسمبر 93،
قبل كاس السوبر، قبل مباراه الاهلي والزمالك في جوهانسبرج، دي كانت في ديسمبر 93 اللي كان وقتها الاهلي متسيد بكل الاحتمالات. طيب في الاول من يناير 94 قبل مباراه السوبر اللي انا قلت لكم في جوهانسبرج، الاتحاد الافريقي اعلن عن هذا التصنيف، وده كان بمناسبه ايه؟ ليه دلوقتي في هذا التوقيت عمل ده؟ كان هيوصل للبطوله رقم 50. 50 بطوله، ما انا قلت لك 50 بطوله في كل البطولات الافريقيه في كل المستويات، سواء على مستوى كاس الامم او السوبر او ابطال الكؤوس وكاس الاتحاد وقبلها الانديه ابطال الدوري، كل بطولات الكاف تصل الى الرقم 50. الصحف المصريه، وده اللي النقطه اللي المهندس عادل اشار اليها، هو انا لما يبقى عندي ده معلن من قبل كده خالص والمعايير ثابته ومعلنه ومنشوره، هو في ادل من ان انا الاقي الجمهوريه في 5 ديسمبر 93 يعني قبل السوبر بقد كده، الجمهوريه الاتحاد الافريقي يؤكد الاهلي اعظم فريق في افريقيا، ارجع للجرايد دي الجمهوريه في 5 ديسمبر 93، 10 ديسمبر 93 الاهرام، نحن ننفرد، مصر الافضل والاهلي الاول في افريقيا. مصر الافضل هنا مش كمنتخب القاره، مش منتخب القرن، مصر الاول او مصر الافضل بعدد نقاط الانديه المصريه، تاني الكره المصريه، عدد الانديه المصريه اللي وردت في تصنيف الانديه بنقاطهم تخلي الكره المصريه رقم واحد بين الدول الموجوده في القاره. ما كانش في كلمه مش منتخب، منتخب القرن ساعتها بالظبط. فهنا حصل اللبس في عدم القرايه السليمه، والاهلي الاول في افريقيا حسب ما قال الاهرام امتى؟ في 10 ديسمبر 93 قبل السوبر. دكتور فيكن برضو الكابتن خالد الغندور قعد فتره يقول له بس ايه الكاف نيوز؟ ما فيش حاجه اسمها الاتحاد الافريقي ما طلعش حاجه، قال له لا، الكاف نيوز ديت النشره الدوريه اللي الاتحاد الافريقي بيطلعها تقريبا كانت كل 3-4 شهور بتحوي قرارات اللجان كلها. فيتقال لك لا بس ما تعرضتش جمعيه عموميه. يا جماعه بلاش الاسطوانه بتاعه اي حد حافظ مش فاهم. الاتحاد الافريقي لما يجي يطلع عقوبه او اي لجنه من اللجان بتاعته تعمل اي قرار، اللائحه بتاعتها ما بتطلبهاش تعرض على الجمعيه العموميه. ده كلام هنا. اللجان يقول بس اللجان التنفيذيه ما هم مش موجودين، برضه اللجان التنفيذيه في الاتحاد الافريقي مش مقيمين. ده كل واحد في دولته وبيتبادلوا القرار والمشوره ممكن بالايميلات او بالاتصالات، انما مش مطالبين ان مع كل قرار يجوا دوله المقر هنا ويجتمعوا. فاحنا بنردد حاجات لحد حافظ مش فاهم. حقيقه النظام في الاتحاد الافريقي هو كده، مش مطالب يعقد جمعيه عموميه هو كده من عشان ياخد قرار من واحد قالها يخص يعني نادي، لان في حد قالها وقال انا خبير ويعني فطبعا هو خدها استند اليه بيستفيد منها يعني. لكن في كل ده ممكن جدليا تستفيد منه في الجدل، لكن في الحقائق وترتيب الامور والمصداقيه مفيش اوضح بقى من الكلام فيتقال طب هو ليه الصحفيين المصريين، وبعدين لاحظ حاجه، ده اهرام الجمعه، ده كان ابراهيم حجازي، دول اهلاويه، طب اشمعنى الجرايد المصريه هي اللي نشرت؟ ما كتبكم ما بتقراش الاهرام، ما وصلش لغانا. فحته ليه الصحافه المصريه اللي نشرت؟ برضو الدكتور فيكن رد في هذه المقابله ما موجوده محرجه جدا نشوفه. الكاف نيوز يعني انا باكد لك ان 99% من اللي بيشاهدونا دلوقتي اول مره يسمعوا اسم الكاف نيوز دلوقتي مجلة بالظبط، لان في ذاك الوقت ولا كان في سوشيال ميديا ولا كان في انترنت ولا كان في تليفون محمول، يعني حتى التليفون المحمول دخل مصر 97، فمعنى كده ان الكاف نيوز دي وكان باللغه، باللغه مش باللغه العربيه صح ولا كان انجليزي وفرنساوي، كان بيروح للاتحادات بس، يعني الصحفيين ما كانش بيوصل لهم غير باعداد قليله، الصحفيين المصريين كان بيوصل لهم. الصحفيين المصريين هم اللي مهتمين فهو اللي بيوصل لهم. هي راحت يا استاذ ابراهيم، هو الكاف ما بيكلمش الاعلام، بيكلم الاتحادات بس، فهو بعد كل الاتحادات بالعربي والانجليزي والفرنسي والثلاث لغات المعتمده عنده. الاتحاد بقى اللي يبلغ اعلامه
عشان الصحفيين المصريين قاعدين والمقر عندك، فطول النهار في تواصل، ايه الجديد ايه الجديد، فبياخدوا الجديد بس. لا، وهل انت تعرف انه الاتحاد الجنوب افريقي لما راحت له صحافه جنوب افريقيا ما نشرتش وقتها، او صحافه السنغال ما نعرفش، او الصحافه بتاعت مدغشقر، محدش عمل بحث. لكن اذا عملت انت بتقرا الصحافه المصريه والصحافه المصريه هو من امتى ان المساله اذا ما عرضتش في احنا بنقول الصحافه كوثيقه، ادي الكاف نيوز يعني نشر. تثبت ولا تنفي، يعني بمعنى ايه؟ يعني النشر في الصحيفه يثبت ان الحدث موجود، عدم نشره لا يثبت عدم حدوثه. طيب، يرجع الاتهام للمهندس مصطفى فهمي، هو اللي عمل ديت من نفسه من ذات نفسه، ولا رجع للجنه التنفيذيه؟ الدكتور فيكن زهق من الكلمه، قالها كتير، مش بس قالها مع خالد الغندور، ده قالها كمان مع الكابتن زكريا ناصف، نفتكره. الجدل اللي عاشه دكتور فيكن هو نادي القرن، وبعد موضوعات كتيره ولغايه دلوقتي في خلاف ما بين زملكاويه يقولوا لا الزمالك هو نادي القرن، وما بين الاهلاويه اللي هم بيقولوا الكاف قال ان الاهلي نادي القرن. هو موضوع نظام النقط، يعني أيوة. طبعا الاختلاف كله على النقط والبطولات اللي فازها كل نادي. اما اتعملت يعني مش المسابقه او نظام تجميع النقط دي، كان في خلاف ان هو مثلا الزمالك فاز بطولات اكتر، لكن وليه تحسب بطوله ابطال الدوري والافرو اسيويه وما تحسبش الافرو اسيويه ليه؟ لان الزمالك كان كسب بطولتين افرو اسيويه، ليه ما يتحسبش؟ وتحسب بعد كده بطوله القارات، يعني بطوله انديه العالم، يعني كان في حاجات كده مش مظبوطه، لكن لجنه تنفيذيه وقتها وافقت على التصنيف ده. ثاني وثالث وعاشر ورابع وعشرين ومية، موضوع الأفرو أسيوية يا جماعة مقسومة، إن بطل أسيا بيلاعب بطل أفريقيا، البطولة تتحسب